هذا السؤال هو مهم جدا. لماذا مهم جدا؟ لاعتبار أن الأستاذة بسمة الحقاوي هي طالبتي، طالبة حضرت معي وعرفتها من بداية السنوات الأولى من الإجازة، وحضرت معي رسالة حول مفهوم التسول في المجتمع المغربي، رسالة قيمة. وأقول لك بأن الأستاذة بسمة الحقاوي لا أنظر لها كمنتمية فقط لحزب ومنغلقة فيه، أنظر إليها باحثة، أنظر إليها بقدراتها الكبيرة والعميقة على لم الموضوع وطرحه بشكل عميق. نعم هناك الحزب شيء أكيد، ولكن أنا أؤكد وأنا أتابعها لعدة اعتبارات، أعرف إمكانياتها في هذا المجال، عملت شيء الكثير، عملت شيء الكثير ومنتظر منها شيء الكثير. وأؤكد على شيء مهم جدا، هو أن ما تقوده اليوم من حركة الإنصاف، هيئة الإنصاف والنساء واستراتيجيات، الاستراتيجية الخاصة ضد العنف، ضد تعنيف النساء، يعني من المسائل المهمة جدا. وأنا أقول لك بأن الوزارة أو حزب معين لا يمكنه وحده أن يواجه مشكلات المرأة، فهي تعمل وتعمل بصدق، أنا أعرفها جيدا، تعمل بصدق وتعمل بكل ما أتيت من 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 كذا، وأنا أعرفها وأتكلم عن من أعرف لأنني أعرفها جيدا، فهي لديها من الإمكانيات شيء الكثير علميا ومنهجيا وسياسيا شيء آخر. أنا لست في حزب العدالة والتنمية، ولكن أؤكد على أنها في المستوى المطلوب بشكل كبير. نعم هناك تجاذبات مع بعض الهيئات، مع بعض كذا، شيء طبيعي، فكل كل واحد أو لكل جهة تريد أن يعني تؤكد وجودها وتصحح، وشيء جميل. أنا شخصيا كباحث أنظر لجميع الفئات أو جميع الهيئات والمؤسسات التي تهتم بموضوع معين، هذا شيء جميل لأنه يدخل في إطار مجتمعنا الحداثي وخصوصيات مجتمعنا الحداثي، هذا شيء مهم الذي نريد أن نبنيه بشكل أكثر 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 دقة. هناك أشياء كثيرة جدا بطبيعة الحال، فنعطي غير مثال. فقبل 2011 في دستور 2011 نص الدستور على أن الحزب، أي حزب لم يبقى تلك المؤسسة التي تساهم في تأطير المواطن، بل أصبحت مؤسسة تكون وتعد المواطن لتحمل المسؤولية وللمشاركة في تنمية المجتمع، هذا شيء جديد. فبالتالي على الأحزاب المختلفة أن تنمي وتعمق وتكون وتهتم بقضية المرأة وتهتم بقضايا، عندما يأتي دورها في المجال التسيير والتدبير الشأن العام ستعطي الشيء الكثير.